أمارة هي مسؤولة تتبع المخالطين لدى هيئة الصحة المحلية، وهي تتحدث مع الأشخاص المصابين بكوفيد-19 ومع المخالطين لهم. ستحصل أمارة على معلومات أكثر دقة إذا قامت ببناء علاقات جيدة مع الأشخاص الذين تتحدث معهم. ستنجح أيضاً في جعل هؤلاء الأشخاص يلتزمون بتعليمات هيئة الصحة المحلية. خالط كريم شخصاً مصاباً بكوفيد-19، وربما قد انتقلت العدوى إليه الآن. تتصل به أمارة وتعرف عن نفسها وتشرح سبب اتصالها. تخبر كريم أن محادثتهما سرية، وأنها ستحافظ على خصوصية جميع معلوماته الشخصية. تعلم أمارة أن نجاح عملية تتبع المخالطين لا يعتمد فقط على الأمر الذي تخبر كريم به، بل أيضاً على طريقة إخباره بالأمر. تنتقي أمارة كلماتها بعناية عندما تتكلم مع كريم، وتسأله أسئلة مختلفة لتحصل منه على معلومات محددة. تستمع أمارة إلى كريم بعناية، وتستخدم طريقتها الخاصة في التعبير لتكرار وتأكيد ما قاله. يؤكد هذا لكريم أن أمارة تنصت إلى ما يقوله، كما يساعد أمارة أيضاً على التأكد من فهمها لما يقوله كريم. لا تستعجل أمارة الحديث، بل تتوقف لفترات قصيرة لتعطي كريم بعض الوقت للتفكير وإنهاء كلامه، وهي تتأكد من أن كريم يشعر بأنها ما تزال تستمع إليه باستخدام عبارات قصيرة مثل فهمت أو حسنا. على أمارة طوال فترة المقابلة أن تحاول أن تفهم ما يشعر به كريم، وليس فقط أن تسمع ما يقوله. كريم قلق على صحته بعد أن أصبح يعرف أنه من المحتمل أنه قد تعرض لفيروس كوفيد-19. تجيب أمارة على جميع أسئلة كريم، وتظهر حرصها على عافيته من خلال إبداء اهتمامها وطمأنته. تتفقد أمارة كريم يومياً طوال فترة 14 يوماً من الحجر الصحي، وتنشئ معه علاقة مهنية إيجابية من خلال بناء الثقة والتفاهم، مما يتيح لها تقديم أفضل رعاية وحماية لكريم وللمجتمع المحلي. حافظوا على سلامتكم، احموا مجتمعكم، حققوا فرقاً.